شاشه اللوج اللي كنا عاملينها. كنا دخلنا في زرار اللوجن ويعرفنا الكونكشن وقدرنا نفتح الداتابيز ونقفلها. بس شاشه اللوجن ديت اساسها ان اليوزر هيدخل يوزر نيم بتاعه ويدخل الباسورد بتاعه وهيدوس على لوجن، وعندي احتمال من الاحتمالين. لما ادخل يوزر نيم وباسورد المفروض انا هروح على داتابيز واعمل استعلام صريح جدا، بيقول الاستعلام دوت هات كل البيانات من الجدول بتاع اليوزرز بشرط اليوزر نيم يكون بيساوي اللي هيتكتب هنا والباسورد يكون بيساوي اللي هيتكتب ايه؟ اللي هيتكتب هنا. وفي الحاله دي هيروح على داتابيز ينفذ الامر بتاع جمله السيلكت ديت، ويا اما يرجع لي بيانات يا اما ما يرجعليش ايه؟ بيانات. يا اما يرجع لي بيانات يا اما ما يرجعليش ايه؟ بيانات. لو رجع لي بيانات يعني لقى واحد اليوزر نيم بتاعه هو زي ما كتبه والباسورد زي ما كتبه صح، يبقى رجع بيانات لقى واحد، يبقى في الحاله دي اليوزر موجود وادخله. في حاله انه ما جابش بيانات يبقى اكيد كاتب يا اما اليوزر نيم غلط يا اما الباسورد ايه؟ غلط. وفي الحاله دي هطلع له هنا في ال بي ال مسج اللي موجود هنا ده، هطلع له اقول له اليوزر نيم او الباسورد بتوعك مالهم غلط، اليوزر نيم او الباسورد بتوعك مالهم غلط. ده السيناريو اللي احنا عايزين نعمله. احنا شرحنا المره اللي فاتت السيناريو بتاع الكونكشن. شرحنا المره اللي فاتت السيناريو بتاع مين؟ بتاع الكونكشن. لكن المره دي احنا عايزين نشرح السيناريو بتاع مين؟ ازاي انفذ امر على قاعه البيانات؟ انا عايز اعمل جمله سيلكت. طب طبقا لما شرحناه دلوقتي، طبقا للي احنا قلناه دلوقتي، اللي احنا قلناه ان في جمله سيلكت هتتعمل وهتنفذ على قاعه البيانات. حد معترض؟ كلام جميل. طالما ان في جمله سيلكت هتنفذ على قاعه البيانات، بقى عندي مشكله. هل الكونكشن بيقدر ينفذ امر على الداتابيز ولا لا؟ الكونكشن ما يقدرش ينفذ امر على الداتابيز. الكونكشن ما يقدرش ينفذ امر على مين؟ على الداتابيز. امال يعمل ايه؟ الكونكشن يعمل اتصال يفتح الداتابيز ويقفلها بس. طب امال مين المسؤول عن تنفيذ امر على قاعه البيانات؟ قال لك المسؤول عن تنفيذ امر حاجه ثانيه زي الاولي دي بي كونكشن ده، حاجه اسمها اولي دي بي كوماند. اسمها اولي دي بي ايه؟ كوماند. عايزين نشوفها وبتشتغل ازاي وكلام من ده. بص معايا كده، مفترض الكونكشن احنا شرحناه من شويه ورجعنا عليه، ان في عندي شاشه ايا كان شكلها عامل ازاي، وفي عندي الناحيه الثانيه ايه؟ قاعده بيانات، صح؟ قاعده بيانات دي فيها جداول وفيها علاقات والى اخره. قلنا اللي هيربط دي يربط لي الشاشه دي بالداتابيز دي، قلنا حاجه اسمها الكونكشن اوبجكت. حاجه اسمها ايه؟ الكونكشن اوبجكت اللي احنا بنسميه اولي دي بي كونكشن. احنا بنسميه اولي دي بي ايه؟ كونكشن. الكونكشن اوبجكت ده بيحتاج مني حاجه اسمها كونكشن سترينج. بيحتاج مني حاجه اسمها كونكشن ايه؟ كونكشن سترينج. وصفنا لما قلنا الكونكشن سترينج ده عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن مجموعه من المعلومات اللي بتوفر للكونكشن ده ازاي يوصل لقاعه البيانات دي. اللي بتوضح للكونكشن ده ازاي يوصل لقاعه البيانات ايه؟ دي. وقلنا بيقدر يعمل لنا حاجتين ايه هما؟ وانا بيقدر يعمل لنا اوبن للداتابيز ويقدر يعمل لها كلوز لمين؟ للداتابيز. ده ما شرحناه قبل كده. طيب لكن ما يقدرش غير ان هو يربط دي بدي، لكن ما يقدرش ينفذ امر على الداتابيز. ما يقدرش ينفذ امر على مين؟ على الداتابيز. بص بقى معايا على اللي بيقدر ينفذ امر على الداتابيز اللي احنا قلنا اسمه اللي هو كوماند. اللي احنا قلنا اسمه هو عباره عن ايه؟ عن كوماند. ادي الشاشه بتاعتي، وادي الداتابيز ايه؟ الداتابيز بتاعتي. وربطنا الاثنين من خلال مين؟ الكونكشن اوبجكت ربط لي الاثنين ببعض. ربط لي الاثنين ايه؟ ببعض. خلاص؟ مين اللي بيقدر ياخد امر من الشاشه، ياخد البيانات من الشاشه ويروح ينفذ كامر على الداتابيز؟ حاجه اسمها الكوماند ايه؟ الكوماند اوبجكت. حاجه اسمها الكوماند ايه؟ الكوماند اوبجكت. الكوماند اوبجكت بياخد البيانات او المعلومات او الجمل من على الشاشه اللي
برمجة مثلا على سبيل المثال الفيجوال بيزك، ويروح بيها على مين؟ على الداتابيز اللي موجودة عندنا، ويروح بيها على الداتابيز اللي موجودة ايه؟ اللي موجودة عندنا، ياخد الأمر ينفذه هنا. طيب بيحتاج مني شوية حاجات أو شوية معلومات عشان يقدر ينفذ الأمر على الداتابيز دي، عشان يقدر ينفذ الأمر على مين؟ على الداتابيز دي. بيحتاج مني ايه؟ بيحتاج حاجة مني اسمها الكونكشن، وبيحتاج حاجة اسمها الكوماند تكست، وبيحتاج حاجة اسمها الكوماند ايه؟ تكست. خلاص؟ ده اوبجكت الغرض منه ان ياخد جملة انسيرت او ابديت او ديليت او سيلكت جمل اس كيو ال يعني، ويروح ينفذها على قاعدة البيانات، ويروح ينفذها على مين؟ على قاعدة البيانات، عشان يعرف ياخد الاوامر دي وينفذها على قاعدة البيانات. بيحتاج مني اول حاجة يسألني هي فين قاعدة البيانات اللي انا او اللي انت عايزني انفذ عليها الجمل، هي فين قاعدة البيانات اللي انت عاوزني انفذ عليها الجمل. ودي اول حاجة بيطلبها مني حاجة اسمها الكونكشن. حاجة اسمها ايه؟ كونكشن. بيحتاج مني الكونكشن اوبجكت. يعني ايه كونكشن اوبجكت؟ بيقول لي انا عايز اعرف طريق الداتابيز، فالمفروض اقول له انت عايز تعرف طريق الداتابيز؟ يقول لي اه. اقول له هتعرف من خلال الكونكشن مين؟ لان هو اللي عارف طريقها ورابط الاثنين ببعض، هو اللي عارف طريقها ورابط الاثنين ايه؟ الاثنين ببعض، اللي هو الكونكشن اوبجكت. يبقى يا كوماند لما تحب تعرف طريق الداتابيز اسال مين؟ الكونكشن اوبجكت. دي اول معلومه بيحتاجها مني، اول معلومه منطقيه عشان يقدر ياخد الجمل بتاعت الانسيرت او بتاعت الابديت او بتاعت الديليت بتاعتك اللي انت عايز تنفذها على قاعه البيانات. لازم يحتاج منك ايه؟ يعرف منك طريق قاعده البيانات فين؟ طريق قاعده البيانات. بيحتاج منك يعرف طريق قاعده البيانات منك فين؟ من خلال حاجه اسمها كونكشن. الحاجه اسمها ايه؟ كونكشن. طيب الراجل عرف فين طريق قاعده البيانات اللي هنفذ عليها الامر. الكوماند عرف فين طريق قاعده البيانات اللي هنفذ عليها الامر، طالما انت قلت له من خلال الكونكشن، والكونكشن كده كده عارف طريق الداتابيس فين وعمل لها اوبن. صح؟ طيب بيحتاج حاجة تانية مني اسمها الكوماند تكست. بيحتاج حاجة مني اسمها ايه؟ حاجة تانية اسمها الكوماند تكست. ايه هو الكوماند تكست؟ الكوماند تكست هو نص الأمر المراد تنفيذه على قاعدة البيانات، يعني الجملة اللي انت عاوز تنفذها على الداتابيز، جملة الانسيرت اللي عايز تنفذها على الداتابيز، او جملة الابديت اللي عايز تنفذها على الداتابيز، او جملة الديليت اللي عايز تنفذها على الداتابيز، او جملة السيلكت اللي عايز تنفذها على الداتابيز، او غير كده. خلاص كده؟ طيب يبقى انا لو جيت بصيت على الكوماند اوبجكت منطقيا بيحتاج مني ايه عشان يقدر ينفذ جملة على قاعدة البيانات؟ هيبقى محتاج مني حاجتين. محتاج مني يقول لي هي فين الداتابيز؟ اقول له اهي. يقول لي هات الامر اللي انت عاوزني انفذه. يقول لي هات الامر اللي انت عايزني ايه؟ انفذه، هات الجمله اللي انت عايزني انفذها على قاعده البيانات. بس. زي ما كنا بنوضحها الكونكشن كده بالموبايل، ممكن نوضح الكوماند تيكت للراجل بتاع الدليفري. واحد بينفذ لك الطلبات، زي الكوماند بالظبط، واحد بينفذ لك مين؟ الطلبات. لما يجي واحد عايز ينفذ لك طلب معين، هيطلب منك ايه معلومات علشان مش جاي فلوس؟ ايه معلومات عشان ينفذ لك الطلب بتاعه؟ حاجتين. هيودي الحاجه دي فين؟ ودي خاصيه اسمها كونكشن، صح؟ وايه هو الامر؟ ايه هو الامر؟ ايه هو الامر او الطلب اللي انت عايز تنفذه؟ حاجه ثابته؟ لا. خلاص. عرف فين طريق الداتابيز؟ وعرف ايه هو الامر اللي عايز ينفذه على الداتابيز، يبقى يقدر يعمل لي ايه؟ ينفذ بقى. يقدر يعمل لي ايه؟ ينفذ. بس بينفذ عندنا بطريقتين مختلفتين. بينفذ عندنا على الداتابيز بطريقتين ايه؟ مختلفتين. ايه هما الطريقتين اللي بيختلفوا؟
دول. التنفيذ هنا اسالك سؤال قبل ما اقول لك التنفيذ هنا بيتم ازاي. وانا لما اقول لك ودي الثلاجه دي لمحمد طلبت منك طلب اهو هتروح تعمله هتوخر الثلاجه وتروح موديها عند مين؟ عند محمد. طيب ايه هي لما اروح اقول لك طلب تاني واقول لك روح هات التلفزيون عند محمد وتعالى هاتولي هي هي؟ لا طبعا مش هي هي. او حتى روح هات الثلاجه عند محمد تاني لا طبعا مش هي هي. في فرق دي وان واي دي تو واي. يعني ايه؟ يعني لما قلت لك روح ودي الحاجه دي لفلان مشوار رايح بس اروح اودي الحاجه وبعدين خلاص الامر انتهى. فين لما اروح اقول لك هات الحاجه الفلانيه من فلان وتعالى كده انت هتبقى عندك مشوارين مش مشوار واحد. مشوار الاولاني انك تروح تجيب الحاجه والمشوار الثاني انك ايه؟ ترجعها لي. انك ترجعها لي. لو جينا بصينا على الجمل الاساسيه اللي بيستخدمها مع الداتابيز اللي هي الجمل المعالجه او الانفليشن لانجوج اللي هي جمل الانسيرت والابديت والديت والسيلكت اللي هم الدي ام ال يعني اتفقنا ان هو الانسيرت والابديت والديليت والسيلكت هم دول بنركز عليهم عشان هم دول الدي ام ال اللي هي لغه معالجه البيانات الداتا مانيبيوليشن لانجوج. خلاص كده لغه معالجه البيانات احنا بنركز على معالجه البيانات. طيب كلام جميل. انا عايز اقول ايه؟ ايه دخل دوت بمشوار عم محمد والثلاجه اللي كنا بنحكي فيه من شويه؟ نسيت طبعا. حد ينسى الثلاجه؟ طيب ايه الفرق بقى؟ الاصل هنا ايه؟ اربط الموضوعين ببعض. لما اجي اقول للداتابيز خد جمله انسيرت دخليني البيانات دي جوه الداتابيز، ايه اللي بيحصل؟ تاخد البيانات وتروح على الداتابيز وتضيف البيانات، صح؟ وبعدين؟ خلاص؟ خلاص؟ خلص؟ طيب بعمل جمله ابديت تروح عدلي لي البيانات الفلانيه تعالى على الداتابيز وروح معدل البيانات الفلانيه وبعدين ده. طب لما اقول لك ديليت اقول لك روح امسح بيانات فلان اروح على الداتابيز وامسح بيانات فلان وبعدين خلاص الموضوع ده. طيب لما اقول لك روح هات لي الناس اللي في قسم رقم واحد هتروح على الداتابيز وتنقي الناس في قسم رقم واحد وترجع وضع مختلف تماما عن الانسيرت وعن الابديت وعن مين؟ وعن الديليت. انسيرت وابديت وديليت بيروح للداتابيز طريق اللي يروح ما يرجعش.
على سبيل في هناك التنفيذ جمله مين؟ السلكت. يبقى احنا عندنا حاجه اسمها اكزكيوت نان كويري. اكزكيوت نان كويري، كويري يعني ايه؟ اكزكيوت نان كويري يعني نفذ جمله ما هياش كويري، يعني سواء كانت انسيرت او ابديت او ديليت او كرييت اي حاجه، بس المهم مش سيلكت، المهم اللي مش ايه. يبقى انا بكلمه اكزكيوت نان كويري اقدر انفذ اي جمله من سيلكت، اكزكيوت ريدر بنفذ بيها جمله سيلكت بس، بنفذ بيها جمله سيلكت ايه؟ سيلكت بس. طيب لما بنفذ جمله سيلكت دي حاجه الوحيده اللي هو بيجيب لي بيانات، فلازم استقبلها، بستقبلها في حاجه اسمها داتا تيبل، بستقبلها في حاجه اسمها ايه؟ داتا تيبل، ويتملي بالبيانات. بملى الداتا تيبل ده بالبيانات ازاي؟ بملى الداتا تيبل ده بالبيانات لما اقول له مثلا تي بي ال دوت لود، املى. املى بياناتك ازاي؟ اقول له مثلا يا سي ام دي اكزكيوت ريدر. مش قلنا اكزكيوت ريدر دي بتنفذ جمله سيلكت؟ دي هتنفذ جمله سيلكت، وقلنا دي هترجع لي ها جدول بيانات، ترجع لي جدول ايه؟ اما البيانات الجدول ده يرجع، اخلي الجدول بتاعي يتحمل يتعبى بالبيانات، يبلع البيانات اللي راجع من جمله سيلكت. خلاص كده؟ فاصبح دلوقتي التي بي ال ده ايه؟ مليان بالبيانات بس، ما بيحتاجش مني غير ان هو يتملي بالبيانات. امال هشتغل عليه ازاي غير لما يتملي بالبيانات؟ يبقى اول حاجه لازم يتملي بالايه؟ يتملي بالبيانات، لازم يتملي بالايه؟ بالبيانات. بعد ما يتملي بيانات في شويه حاجات ثانيه ممكن اقدر اعرفها عنه، يعني مثلا على سبيل المثال ممكن اقول له يوفر لي ايه بقى؟ بيديني ايه؟ ممكن اقول له يا تي بي ال دوت روز، روز يعني ايه؟ صفوف. دوت كاونت يعني ايه؟ عدد او عد عدد الصفوف اللي في الجدول. جم السيلكت اللي رجعت دي يقول لي اما جيت جرب دي يرجع لك مثلا يقول لك اثنين، يبقى كده فيها كام صف؟ صفين، يقول لك خمسه، يبقى انت عرفت ان في خمس صفوف رجعت والى اخره. ده التي بي ال. وبيديني امكانيات ثانيه كتير، على سبيل المثال لو الجدول بتاعي زي كده وانا عايز اوصل لقيمه هنا، ممكن اقول له يا تي بي ال دوت روز رقم زيرو. يعني ايه الروز رقم زيرو؟ الصف الاولاني. لو قلت روز رقم واحد يبقى كده الصف الايه؟ الثاني. لو قلت كده اربعه يبقى الصف الكام؟ الخامس. الخامس خلاص. كده اهو تي بي ال دوت روز رقم زيرو، خلاص العمود رقم زيرو. برضو العمود رقم زيرو دي معناها العمود الايه؟ الاولاني، العمود رقم واحد اللي بعد، العمود رقم اثنين اللي بعده والى اخره. بكده انا اقدر املى الجدول بالبيانات، اقدر اشوف عدد الصفوف الموجوده في الجدول، اقدر اجيب اي قيمه من الايه؟ من الجدول، احدد الصف واحدد العمود، اقدر اجيب القيمه من الايه؟ من الجدول. وبكده اقدر اوصل لاي قيمه موجوده عندي فين؟ في الجدول بتاعي. كلام جميل. كل ده كنت عمال اشرح لك الدنيا ماشيه ازاي كمفاهيم. وقبل ما ابدا اشتغلها عملي هلخصها لك بسرعه. هلخصها لك مرتبه شويه بسرعه. اول حاجه عندي حاجه اسمها اولي دي بي كونكشن. الاولي دي بي كونكشن ده ركز معايا دقيقه الاول. الاولي دي بي كونكشن هو المسؤول عن عمل اتصال بقاعده البيانات زي ما شرحنا. بيحتاج مني حاجه وبيديني شويه امكانيات. بيحتاج مني ايه؟ بيحتاج مني حاجه اسمها الكونكشن سترينج. بيحتاج مني حاجه اسمها الكونكشن سترينج، وقلنا الكونكشن سترينج بندي له بعض المعلومات اللي بتوضح للكونكشن ازاي يوصل لقاعده البيانات، ازاي يوصل لمين. بيديني ايه امكانيات؟ بيقدر يعمل لي حاجه اسمها اوبن افتح بيها قاعده البيانات، ويقدر يديني حاجه اسمها كلوز عشان اقفل مين؟ قاعده البيانات. خلصنا الكونكشن ودخلنا على فكره الكوماند. ايه الكوماند؟ الاولي دي بي كوماند هو المسؤول عن تنفيذ اوامر الاس كيو ال على قاعده البيانات، هو المسؤول عن تنفيذ الانسيرت والابديت والديليت والسيلكت والكلام ده على قاعده البيانات. خلاص؟ بيحتاج مني ايه وايه الامكانيات اللي بيديهاني؟ بيحتاج مني ان انا يعرف الكونكشن، يعني ازاي يوصل لقاعده البيانات اللي هينفذ عليها الاوامر. دي اول حاجه. وبيحتاج مني حاجه اسمها الكوماند تكست،
والمقصود بيها نص الامر المراد تنفيذه على قاعده البيانات، امر اس كيو ال يعني. انت عايز تنفذ، عايز تنفذ ايه على قاعده البيانات؟ جمله السلكت او الانسيرت او ابديت او ديت اللي عايز تنفذه على قاعده البيانات. يبقى عرف الطريق بتاع الداتابيز وعرف الامر اللي هينفذه على الداتابيز، خلاص؟ طب ايه الامكانيات اللي بيقدمها لي؟ قلنا بيقدم لي امكانيتين. في حاجه اسمها اكزكيوت نان كويري، واكزكيوت نان كويري يعني تنفيذ امر انسيرت او ابديت او ديليت مش سيلكت، يعني تنفيذ اي جمل اس كيو ال، اي جمل اس كيو ال على قاعده البيانات باستثناء مين؟ باستثناء جمله سيلكت، باستثناء جمله مين؟ سيلكت. اكزكيوت نان كويري ما بتنفذش سيلكت. عندنا حاجه ثانيه اسمها اكزكيوت ريدر، واكزكيوت ريدر بينفذ بيها جمل الايه؟ السيلكت، ويرجع لك ناتج التنفيذ، ناتج تنفيذ جمله سيلكت. وناتج التنفيذ ده طبعا بيبقى شكله شكل الايه؟ شكله شكل الجدول، شكله شكل الايه؟ الجدول، خلاص؟ لما بيرجع لي البيانات دي لازم استقبلها. انت فاهم استقبلها في حاجه اسمها داتا ايه؟ داتا تيبل. الداتا تيبل ده احنا قلنا عباره عن ايه؟ قلنا هو المسؤول عن حمل جدول بيانات مسترجع من قاعده بيانات. هو اللي بيشيل الجدول اللي راجع من جمله الايه؟ من جمله السيلكت. برضه بيحتاج مني ايه؟ وامكانياته اللي بيقدمها لي ايه؟ بيحتاج مني ان هو يتملي بالبيانات. وقلنا بيتملي بالبيانات من خلال الاسلوب اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه لود. بيتملي بيانات من خلال الاسلوب اللي اسمه ايه؟ لود. وشكل الكتابه هيبقى اقول له يا تيبل لود. لود من ايه؟ لما الكوماند اكزيكيوت ريدر. الكوماند اكزيكيوت ريدر ينفذ جمله سيلكت ويرجع البيانات والتيبل يلودها. التيبل يبلع البيانات اللي راجعه من الداتابيس دي وتحط جوه التي بي ال. ايه الامكانيات اللي بيديها لي؟ بيديني امكانيات كتير جدا جدا جدا، اشهرهم ان انا اقول له تي بي ال دوت روز دوت كاونت. تي بي ال دوت روز دوت كاونت دي بتعيد رقم بيمثل ليا عدد الصفوف الموجوده بالجدول، اقصد بالجدول اللي هو الداتا تيبل، ها؟ مش اللي في الداتابيس، لا اللي في الداتا تيبل. وقلنا ان ممكن اقول له تي بي ال دوت روز وافتح قوسين اقول له الرو ان او، وافتح قوس اقول له كول ان او. الرو ان او دي بالنسبه لي المقصود بيها رقم الصف. وخد بالك ان اول صف بيبدا برقم ايه؟ برقم صفر. والكول ان او انا اقصد بيها رقم العمود، وبيبدا اول عمود بالرقم ايه؟ صفر. ده كان خلاصه الكونكشن والكوماند والداتا تيبل قبل ما ابدا انفذ الكلام دوت ايه؟ عملي. لازم تكون فاهمه كويس جدا لان هو ده صميم العمل. خلاص؟ عندي سؤال في الكونكشن او الكوماند او الداتا تيبل اللي عمال اتكلم فيه من الصبح؟ عندي سؤال فيهم؟ عايز استفسار؟